مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هنا ان شاء الله غادي نقدم واحد الحلقة اللي في الحقيقة هي موضوع الساعة، اللي هي التدابير المنزلية اللي خصنا نديروها لمواجهة فيروس كورونا. إذن كما كتشوفوا راه يعني الفيروس يعني انتشر بواحد الطريقة جدية، يعني خصنا نتعاونوا مع الدولة باش 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 يعني هذا الفيروس هذا ما يأثرش على المواطنين وما يسرحش في وسط الديور. منين داروا الحجز الصحي، الناس يعني ولاو كيتخوفوا من الماكلة، يعني الأكل كيفاش غادي يديروا. الناس اللي عندهم الفلوس راهم خداو تقداو الفلوس، يعني بالفلوس تقداو كميات كبيره وخزنوها. كيبقى يعني الناس الضعفاء اشنو غادي يديروا؟ يعني هذا الفيديو هذا غادي نقدمه لكم يعني ك يعني هديه للمشاهدين ديالي، وهي الانواع ديال التربيه وانواع ديال الغرس في المنزل ديالكم. يعني ما تضيعوش الوقت، هانتوما جالسين في مثلا في الديور ديالكم، ماشي غادي تجلسوا وكما كيقولوا كتندبوا حظكم، لا، ولا تبقاو تبكيو وخايفين، لا. ممكن انكم اي قنت في المنزل ديالكم، يعني اما السطح اما اي حاجه ممكن انكم تستغلوه وديروا فيه شي حوايج اللي هي مفيده. بالنسبه لهذا الشق من انا غنوريكم اسمو راني داير باش تشوفوا انتم تبارك الله. هنايا غادي نحاول نحل الباب باش تشوفوا مزيان باش ما يضايقكمش هذا الباب. انتم شوفوا تبارك الله اسمو راني داير هنايا. مشيت للسوق وشريت هاد الفلاليس، يعني هادو روميين، يعني ممكن انكم ديروا لهم علافات بهذه الطريقه اللي راني داير. انتما نجاره تاخذوها بكميات كبيره من عند شي نجار، يعني تخليوها باش تبقاو تشطبوا عليهم. انتما هادو راهم في غضون 3 شهور كيوليو يعني جايبين اللحم مزيان. انتما هادي احنا يخلينا من كما قلت لكم ندموا حدنا باللي راه كورونا كورونا كورونا. نساعدوا الدوله يعني اننا ما نخرجوش باش نحاصروا هذاك المرض، وفي نفس الوقت نديروا يعني اي حاجه نقدروا نديروها في المنزل ديالنا ونقدروا نعيشوا منها وما نخرجوش نديروها. هذا الشق شوفوا اسمه فيه هاد الفلالس هادو، نعطيكم معلومات يعني خفيفه دغيا عليهم. هادو كيديروا 10 دراهم الواحد. السيكاليم ديالهم كيدير 90 ريال، يعني 4 دراهم ونص. هانتوما كما كتشوفوا يعني ماشي غادي نبقاو نتسناو حنايا غادي نخرجوا للسوق. الجشع ديال 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 التجار غادي يبقاو يزيدوا علينا في الثمن. حنا ما خدامينش، اغلبيه الناس اللي الصناع مساكن على قد الحال ما كيخدموش. ديروا انتم كما كتشوفوا هذا الشيء راه غير قصب غير قصب، وبنيت هاد غير دغيا ودرت فيها هاد الفلالس انتم كما كتشوفوا. غطيهم شويه من 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 انا داير ميكا موراهم. هاد الفلالس ما كيبغيوش يعني ل ل ل ل ل ل يعني البرد بزاف، وخاصه صبت الشتاء فهاد يومين ولا 3 ايام. انا يا داير الاحتياطات ديالي وراني داير لهم هاد يعني اي بلاستيك لقيته عندي في المنزل غطيتهم به. اي كاشه اي حاجه غطيه، وراه هادو في غضون 3 شهور ممكن انكم تبقاو تذبحوا منهم وفي وسط ديوركم. يعني ماشي من لابد ما تخرجوا تشريوا واحد الدجاجه غادي تلقاوها مثلا كانت بواحد الثمن وغادي تولي بثمن اخر. لا، هاد الحلقه هذه كنظن حتى واحد ما فكر انه يقول للناس ديروا شي حوايج اللي في المنزل ديالكم. انا غادي نوريكم الشق الثاني. هانتوما هادي راها الفلالس كما قلت لكم 3 شهور راهم كيكبروا، وفي 5 شهور كيبقاو يبيضوا. اذا حتى البيض هو وتبارك الله على حسب الناس اللي دايرين التجربه اللي دايرين الناس اللي دايرين هذا الشيء، دايرين ان البيض ما كيقطعش. انتم ما غاديش تبقاو تخرجوا ويكون عندكم البيض. اذا الشق الثاني انا غنوريه لكم. اذا الشق الثاني وهو الدجاج البلدي. الدجاج البلدي حتى هو تبارك الله البيض ديالو راه صحي للغايه،
و يعني الاكل ديالو ممكن انكم ما تخرجوش كاع وتعطيهم غير خبز كارم، يعني داك الخبز اللي غادي اللي يكون عندكم ممكن انكم ما ترميوش، يعني تبقاو تعطيهم منه الخبز كارم كديروه لهم مع الماء. انا عندي هنايا راني شاري لهم الشعير و الذره، الشعير والذره والنخاله كنديرها لهم، ولكن منين يكمل بالنسبه الاسواق ما بقاش عاد نقلب انايا واش غادي يكون يعني العلف ديالهم. هما من الخبز ممكن انكم يعني تكون ديروا اكل خلطه وتعطيها لهم، هانتوما هما عايشين يعطيكم ديك البيضات. يعني عندي هاد الجهه هنايا وعندي واحد العشه اخرى حتى هي دايرها فيها دجاج اخر. اذا هذا الشق الثاني، غنوريكم الشق الثالث. اذا كما كتشوفوا معايا هذا هو الشق الثالث. الشق الثالث هو السمان. السمان انا كما كتشوفوا عنده واحد متر كاري ممكن يعيشوا فيها، متر كاري يكون ممكن يعيشوا فيها 45، يعني هذا 2 متر كاري راني داير فيها واحد العدد لا باس به، ولكن راه ممكن انني نزيد على هذا العدد. راه هما ممكن انهم يعيشوا يعني بواحد الاكتضاض ويبقاو يعطوك البيض، وتبارك الله تما ملي كيسهلوا يبيضوا واخا البيض ديالهم صغير ولكن راه صحي، ماشي صغير بزاف، راني وريت لكم في حلقات سابقه راه صحي للغايه. ولكن لا 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 يعني لا 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 الناس اللي عندهم تجربه في هذا الشيء راه غادي يعرفوا باللي ان البيض ما كيقطعش، يعني غير ما تبدلوهمش البلاصه من مكان لمكان وراه البيض ديالهم ما كيقطعش، غير تكون عندكم تدفئه مثل هذه. انا راني داير تدفئه، انا دابا راه الصباح انا ندير لهم غير جهه واحده، هانتوما كما كتشوفوا في الليل كندير لهم جوج جهات، واللامبات ديال الضوء هانتوما باش كيفيقوا، هما خاصهم غير تدفئه وكيكونوا معاك مزيانين. وهما هاد السمان الاشاره راه عنده مناعه قويه. حاولوا انكم ديروا هاد المشاريع في ديوركم، ما تبقاوش تخرجوا، كورونا كاين، حنايا نستغلوا هذيك اللقطه اللي حنايا عندنا في ديورنا، نبنيو عشه مناش من كواش مثلا، من قصب، من خشب اللي عندكم ضايع في السطح استغلوه. مثلا هاد الزنك هذا هانتوما كما كتشوفوا، انا راه بوحدي صوبت هاد الشيء، هاد الالافات عفوا هانتوما، هذه راه علافه طويله صوبتها غير من واحد الباب كان عندي، هانتوما علافه طويله هانتوما، شوفوا شحال فيها، راه فيها متر و20، هانتوما كلهم كياكلوا منها، هانتوما شوفوا راهم ياكلوا، هانتوما يعني اي حاجه عندكم في يعني في الديور ديالكم حاولوا انكم تستغلوها، ماشي من لابد ما يكون داك الشيء بحال هاد التقنيات هادو، ولكن اي حاجه عندكم مثلا هاد الشرابه ممكن انكم ديروا لهم طاس بوديزا ديال 5 لتر وقسموها على جوج وديروا عمروا فيها الماء، قلبوا بحثوا فين كاين كيتباع هاد السمان في البلاد ديالكم وديروا مثل هاد المشاريع. اذا هذا الشق الثاني، غادي نوريكم الشق الثالث. اذا خوتي الشق الثالث وهو الارانب، هانتوما كما كتشوفوا الارانب انا راني دايرهم هانتوما، يعني سطح ممكن انكم تستغلوا فيه هانتوما. هما راه الارانب راه بداو كيفيقوا تبارك الله، هانتوما هادو راهم عندهم ما كاملاش الشهر، عندهم شي 20 يوم، يعني هما بداو كيديروا الشعر. هانتوما ماشي من لابد ما يكون عندكم هاد ليكاج بحال هكا، ممكن انكم ديروا تربيه ارضي ماشي مشكل. هانتوما ما تمشوش غالقين وتبقاو جالسين وكتندبوا حدكم، لا، ديروا مثل هاد المشاريع. هانتوما الارانب عاوتاني كذلك ممكن انكم غير هاد الارانب هما باقيين عاد صغار، ممكن انكم تحصلوا في اللحم وتذبحوهم وتاكلوهم. هانتوما بعدا ما خرجتوش للشارع عاونوا الدوله، الى كاين الحجر الصحي او الحجز الصحي ممكن انكم يعني تبقاو في ديوركم، ولكن في نفس الوقت ساعدوا روسكم. يعني اي عائله ممكن انها دير مشاريع صغرى، هي ماشي مشاريع انها غادي تبقى تبيع من هذا الشيء، وانما مشاريع للاكتفاء الذاتي. ممكن انكم تجلسوا في ديوركم وتواجهوا هذا الفيروس ديال كورونا بالصبر، ان شاء الله غادي يحيد هذا الفيروس هذا، ما غاديش يبقى ان شاء الله. كاين بوادر ان احنا ما نكونوش متشائمين،
كاين بوادر كيقولوا باللي غادي يلقاو له الحل ان شاء الله ويلقاو له اللقاح. الان نمروا للشق الرابع. اذا الشق الرابع وهو الغرس. منين نكون عندكم شي سطح وفيه واحد الشميشه يعني ما تبخلوش على رؤوسكم انكم ديروا مثلا غي سطل مثلا تعمروه بالرمله وشريو حبوب. يعني سولوا اما في الانترنت اما الناس اللي مختصين بالامر. يعني سولوا مثلا هذا النعناع هانتوما ما غاديش نخرج انا للسوق وغادي نبقى نشري النعناع. الماء موجود، التراب موجود، سطل ديال الصباغه موجود. خرجوا الزنقه شدوا هذاك السطل وعمروه بالرمله وديروا النعناع مثلا الشيبه. هذه راها شيبه هانتوما هذه راها شيبه، هي راه كتنبت هانتوما. ولو ما تكونش الشتا ممكن انكم هذا النعناع هانتوما، هذه مخينزه، عندي مخينزه هذه راه طبيه. يعني الناس اللي عارفين المخينزه راه غادي هذا الحبق هانتوما كما كتشوفوا. ها هي هذه راه مخينزه، هذه بالنسبه للناس اللي كتجيهم سخانه. هذه راها جد فعاله هانتوما دايره هنايا، راه ملي كتكبر كدير الزريعه ديالها وكتطيح الزريعه هنايا وكتفيض هنايا. راه في الصيف كانت عندي هذه عامره بهذا النبات هذا هانتوما. هذا في ليو هانتوما، هذا في ليو هانتوما خصنا نساعدوا راسنا، ما بقاوش حنايا ناعسين ونبقاو كاين الناس اللي مشوا كيجيو ضد السلطه. لا، السلطه باغا تتعاون معنا باش هذاك المرض نخليوه، يعني حنايا نتغلبوا عليه. الا مشينا تسدينا الحدود وحاصرنا المرض وما بقاوش الحالات عندنا، صافي غادي نكونوا حنايا يعني احسن دوله. يعني كل دوله الا مشات الشعب ديالها يعني اتفق بعضياتهم وعرفوا يعني التدابير كيفاش باش نخرجوا من هذا المشكل هذا، ان شاء الله كل شيء غادي ينجح وكل شيء غادي يكون على اكمل وجه. اذا هذا الشق وهو الغرس. يعني ممكن انكم تديروا القزبر والمعدنوس حتى هو، ممكن ديروا الشيبه ها هي، ممكن ديروا النعناع ها هو، ممكن ديروا فليو. وهذا النبات هذا ديال المخينزه راه كيصدق. الا قدرتوا انكم تجيبوا واحد نبته وحده فقط وتغرسوها هي وتبقاو تسقيوها بطبيعه الحال. منين وخاص ضروري تكون الشمس، انتم راكم عارفين الحوايج بلا ما نهضروش عليهم. القزبر والمعدنوس حتى هو راه كيصدق في الديور، كاين الناس اللي داروه وصدق لهم مزيان. النعناع كيصدق حتى هو 100%. يعني هذوك الجذور ملي تعمروا شي كاس ديال اتاي، هذوك النعناع يعني ملي كتحيدوا منهم واحد الجذور ما ترميوهمش، غرسوهم. الا غرستوهم راهم كيكبروا عاوتاني هانتوما. يعني هذه غير كتدابير اولى باش نبقاو في الديور ديالنا، وفي نفس الوقت يعني اننا نحميو راسنا ونحميو الغير ونساعدو كما قلت لكم الدوله. اذا هذا شق ديال 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 الغرس. يعني ممكن انكم كما قلت لكم ديروا قزبر، معدنوس، الشيبه، النعناع، الفليو، هذا المخينزه حتى هي، الحبق حتى هو مزيان. يعني اي حاجه، يعني هذه غير كبدايه. ممكن ديروا بزاف د الحوايج، راه كاين الناس اللي داروا البصله، كاين اللي داروا البطاطا، كاين لا البطاطا صعيبه يعني كاين الطريقه ديالها ولكن صعيبه. اما البصله سهله، كاين اللي كيطلع غير التراب اللي عنده في دارو وممكن انه يغرس بزاف ديال الحوايج. كاين حبوب كتباع، يعني بودور كتباع. هاد التدابير هادو اجراءات هي امنيه في الحقيقه، يعني باش نامنوا راسنا ونديروا واحد النوع من التخزين من البيض، من اللحوم، ومن النباتات. ممكن ان هاد ثلاثه الحوايج هادو يكونوا عندنا في الديور ديالنا. اذا نطلبوا الله ان يحد الباس. شحال من واحد يعني متشائم، وهذاك النظره ديال التشاؤم هي اللي كتزيد كتصعد في الحده ديال الموضوع ديال الكورونا. لا، الا كاين التفاؤل وكاين عندنا الايمان بان الله كاين وهو اللي غادي يحمينا ان شاء الله. كل لكل داء دواء.
ضروري غادي يلقاو له الدواء. هذه غير موجة عابرة ان شاء الله غادي تفوت ان شاء الله. هاد التدابير اللي قلت لكم ممكن ان شحال واحد غادي يقول لي وحتى يعني العلف ما لقيناش ومشكل ومشكل. راه كاينين الحوايج البلديه، اي حاجه بلديه، مثلا الدجاج البلدي، الارانب البلديه، هاد السمان، السمان حتى هو كي تعتبر حتى هو ممكن ان ما دير له السيكاريم، تعطيه غير البابه بغيتو يعيش ديروا له غير البابه، يعني غير الخبز ديروه مع الماء. الدجاج كذلك، الدجاج البلدي حتى هو ديروا له غير الخبز مع يعني الخبز اللي كيشيط عليكم، يعني انتم ضروري غادي يكون عندكم الخبز في الدار. هذاك الخبز الشياطه ديالكم ممكن انكم تشدوها، وممكن تشريو كاع الا بغيتوا تشريو كميات كبيره راه رخيص في الثمن الخبز، ممكن تطلبوا على الجيران، يعني اي حاجه. الموضوع انا كنسميه اعاده التدوير، يعني اي حاجه ممكن انكم ترميوها لا شدوها وخزنوها عندكم، راه غادي الله يجيب التيسير. اذا نطلبوا الله يحد الباس. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم، ما تخافوا والو، ما تدهشوا والو، ان شاء الله كل شيء غادي يمر بسلام. تفائلوا تفائلوا خير، ودعيوا ملي تكونوا كتصليوا في الصلاه ديالكم، دعيوا ان سيدي ربي يبعد علينا هذا البلاء ويلقاو له الحل. الحلقه ديالنا راه سالات. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم. تكيو على زر الجام، ساندوني، وما تخافوا والو، ما تدهشوا والو، كنعاودها لكم. ويعني كاخ يعني انا كنعتبركم العائله ديالي، وبدون نفاق راني كنعتبركم العائله ديالي والخوت ديالي والاخوات ديالي. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، قناه غاديه بالدعم ديالكم. تكيو على زر جيم وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.